الصدد. وأخيرا الأسبوع الماضي أكدنا أكدنا أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح 5 محتجزين أمريكيين، منهم اثنان، هم 5 أمريكيون، وواحد منهم احتجز لسنوات طويلة، ولا أحد منهم كان يجب أن يحتجز من المقام الأول. والبارحة تحدثت مع عدة محتجزين، مع هؤلاء المحتجزين، وشجاعتهم لفتتني وألهمتني، وأشكرهم اليوم والاحتجاز ونقلهم إلى الحبس في المنزل هو خطوة إيجابية، ولكنهم لم يعودوا إلى وطنهم بعد، ونحن لن يرتاح بالنا حتى يعود مواطنون الأمريكيون إلى الولايات المتحدة ويجتمعوا بعائلاتهم. ليس ما من تغير في مقاربتنا حيال إيران، نستمر في مقاربتنا الردعية والضغط والدبلوماسية، ويجب أن نتأكد أن لا تطلق أبدا إيران سلاحا نوويا، وسنستمر في كفاحنا لصالح حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وعدم إرسال المسيرات لروسيا من بين مسائل أخرى. ويجب على إيران أن تخفض التصعيد وأن تمهد الطريق لدبلوماسية أكثر. وهذا الاتفاق ليس مرتبطا بأي اتفاق أوسع، بل هو حول شعبنا فقط. استمعتم لأقول ذلك من قبل، ليس من أولويات لنا قبل أن نحرر المواطنين الأمريكيين المحتجزين أينما كانوا في العالم، لا سيما إن كانوا قد احتجزوا ظلما. والآن أستطيع أن أخذ أسئلتكم.